الرابع البوم بوم بي او ام بي بوم يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا شباب البوم اعطيني فلوس بنقطع مليون مره قلت لك ما عندي ولو عندي ما راح اعطيك فلوس انت مليون راح ادور فلوس عند غيري انا مالي ما اعطيتك شيء سلامات سميت تركب هنا وانتي اقسم بالله ما اعطيتك فلوس لا فتش ملابس قطعه قطعه ايه رخمها انت فتش ملابس اختك بقيت لك توكلت ما بدك اقسم بالله اقسم بالله تمد يدك ثاني مره وترفعها ادفنك هنا افهم عمر تكفى خله هذا مدمن تقول مدمنه بترجع تقول مدمنه مدمن تمد يدك على اختك اقلع اقلع معليش يا مي ما اتحمل الاشكال ذي تكفى طالبك تكفى طالبك ابو صديقك عطني من قطع والله العظيم اجيب لك الدراهم والله ما تعلمك دراهم والله شايفني اوزع شرات طالبك طالبه قصر حصك يا خبر تبي حق راسك ادفع والله راس الخدام تحت رجليك ابي بس ابي شبشب ابي شبشب قصر صوتك يا رخمه طالق شش قصر صوتك طالق اسكت يا كلب والله اجيب لك الفلوس يا طالق ابو طلق اكفى تعال اكفى طلق هذه قواتنا يا ابو طلق انقلع برا يا الكلب اسمع مني خوتي قروش قروش افهم قروش ادفع لك لا برا 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 وش تسبقنا بعد اذكر يالله يا مي اذكر يالله لا اله الا الله والله تعبت يا عامر كل يوم على ذا الوضع وش استخدم تبن اللي اسمه الشبو الله لا يبلانا الله يشفيه ورجع العقل يا رب اسمعني انا اسفه تعبتك معي صدق جسمي كان يرتعش ولا قدرت اسوق افا عليك وش دعوه ترس مثل اختي اسمي اعطيني مفتاح سيارتك الحين انزلس واروح اجيب لك الموتر لين باب بيتكم نواف اخو مي المهايطي اي نواف يا ولدي بنت يد على اختها ما يستحل وجهها اي والله لعب فيه الشبو انت تعرفه لا يا ابن الحلال جارنا دحيم الله يرحمه ويغفر له كان يستخدمه ويتعاطاه حب البهله وجننهم وقام يهذري لقوه ميت في غرفته لا حول ولا قوه الا بالله اسمع ابيك تلحقني بموترك نودي سياره مي يلا Thank you.
فتحت الباب بكلم الشرطة. أمي بتموت بسبتك، حرام عليك. قالوا لي لازم لي الدرهم، قالوا لي فلوس، وافتح لكم الباب. والله يما ما عندي، لو عندي عطيتك، والله ما عندي. تبون افتح الباب؟ اعطوني فلوس، اعطوني فلوس. افتح الباب يما. نواف الله يخليك افتح الباب. طلعي الفلوس ولا لا؟ طلعي الفلوس ولا لا؟ حرام عليك يا ولدي، حرام. انت بتخاف ربك؟ اتك عليها مرة ثانية يا ابوي. هد يا قوي، هد هد، لا تشدها. وبنت تبي فلوس؟ هلا خلاص انا اعطيك فلوس. تكفي يا ولدي، لا تعطيه، لا تعطيه، الله يخليك. دم هذا اللي يبيه خاله هو حر. يا نواف، يا نواف تعال معنا، انت ما تبي حق راسك؟ هلا خلاص امشي معنا. يعني بيشبشب؟ ايه شبشب سوا، جعل الشبشب يا طراسك. امشي امشي يا ابوي. انت صاحي تجيب لنا المنتهي ترميه في الاستراحه هنا؟ تبغى تجيب لنا الشبهه انت؟ تحط راسك براس مريض. اهدى اهدى، لا تشدها، حنا واقفين مع جارتنا مي. انت تدري ان ابوها متوفي وامها تعبانه. يا ابويا الشبو لحس مخه، ما في امل خلاص. اه صحيح حدسك ذا، انا عارف واحد دخل مستشفى الامل وعقل وتوظف وتزوج والحين اموره زينه. اجل خلونا ندخله مستشفى الامل، اذا ما استقبلوه بنتوهق فيه. يا ابن الحلال على الاقل ياخذ علاج. صوت اختفى، شكله مات. انت سبب عامر، انت يا ابن الحلال. فال الله ولا فالك، هدي كفته مو بوقتك يا ابوي. شكله تعب من الصراخ ونام. قفل عليه المجلس. الحمد لله، اهم حاجه انه ما مات. يا عيال يا عيال، اخففتم في شرك. هذا سرقكم انتم بس. هذا باع نص اثاث بيتنا وباع سيارته وترك وظيفته. مو مهم اللي سرقه يا خاله، المهم ان نلقاه الحين ونودي نعالجه. ابوي الله يرحمه توفى وهو راضي عني ويحبه، الين طاح بشله فاسده وضيعوه. الله لا يوفقهم. ان شاء الله بسيطه، لا تشيلين هم يا خالة، لا تشيلين. أنا صرت أخاف على أختها منه، ما ننام إلا وحنا مكفلين الأبواب علينا، كأننا نفس جد. طول ما هو في البيت معنا كله مشاكل وخوف. طيب تعرفون مكانه الحين؟ الله لا يرده وين ما كان، الله لا يرده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نواف. خلصت فلوسك وفي 3 أيام؟ 3 أيام خلصتهم؟ والله أنك وحش، كل شوية يبي أكثر، كل شوية يبي أكثر. والحين طفران وجايني، وش تبي؟ اللي تبي، بس عطني حق راسي تكفى. البيت يا طفران يبي له تنظيف، أبيك تنظفه. يلا قم قم.
عليك يا ولدي حرام، انت ما تخاف ربك. هذه حوزة سكر، أبيك تصرفها بسرعة، وزبونها موجود في المكان اللي قلت لك عليه، أبيك ترجع لي. والله لو ما ترجع لي لا أجيبك لو تزبن في آخر الدنيا. طيب ابشر حسن، ما معي موتر أنا. خذ راح استأجر لك موتر. كم هنقلع ايش تبي؟ انت وينك؟ ترك طولت يا عاد، وينك؟ إيه، انت بسرعه السياره البيضاء. وين الدراهم؟ حرك بسرعه، الحكومة تدورني من اليوم، بليز حرك بسرعه. حكومة انت ايش السالفه؟ انت بس تتكلم بسرعه، تحرك. نواف تكفى الله يخليك، عطني. ايش اللي اعطيك؟ ايش اللي اعطيك؟ فلوسك وين؟ يا أخي والله ما معي فلوس الحين، بعدين بعطيك. ولا خلاص سوفين اللي تبي، بس عطني. تسقينها علي انتي، شايفتني خروف. يا أخي والله ما معي فلوس الحين. طيب خلاص بعطيك، بس ودني مشوار أول. طيب شفت ريتها معك. يا ماما كيف غيبوبة؟ كيف تأخذي منها فلوس الحين؟ تكفى لا تزيد علي. تدري أمي كانت تقول يوم خطبتي أحلى يوم في حياتها. جاتها جلطة يوم انحشت، ما توقعت يصير فيها كذا. يعني أنت الحين تفضلي لي؟ يا أخي اصبر دقيقة، يا أخي اصبر بس دقيقة، عطني فرصة، فرصة واحدة بس. يلا أنا أروح معك وين ما تبي، وأعطيك اللي تبي بعد، وزيدك بعد فلوس، بس اسمعني فرصة دقيقة واحدة. يلا 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 يلا، شوف نهايتها معك انت. يلا يما ما تكفى سامحيني، والله غصب عني. مين انتي؟ تسرقين؟ وش اللي اسرق؟ هذه امي. اها يا سكرتي، يا سكرتي، يا سكرتي. أمك ها؟ يبا يبا قولها إني أنا بنتك يبا، مو مصدقة تقول إني أنا سارقة. هذه كانت تسرق فلوس من شنطة المريضة، أنت أبوها؟ ما أعرف ولا بيعرف. يبا تكفى أنا بنتك. أطلبوا لها الشرطة. يبا لا، يبا انتظر شوي، يبا 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 والله ما سرقت.
يد على امه واخته، وهذا الشيء شفته قدامي. تجينا حالات اسوأ من كذا. عموما انت تشكر على بلاغك، والموضوع الان عندنا وحنا اللي بنتصرف. الله يعطيكم العافيه، عساكم على القوه. رجعني بالاغراض مثل ما هي يا حمار. ما اقدر اصرفها، خليني اروح وبجيب لك فلوس اللي اخذتها منك بعدين. تعرف خبي خبي بطلق بطلق النحشه، سياره الحكومه موجهه هنا. اقول لازم اغير البيت، الحكومه دلته. طيب نزل هنا، نزل هنا وادبر نفسي. وين انزلك؟ هنا. لا يا اخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني انام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منه علي ولا كلمه. طيب بسرعه الحكومه ورانا. اقل اسكت. هذا جايب معاه واحد شبهة شكله يخوف بيدخل علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يستعى على وجهه. أقول قفل الباب زين وأنا بروح أتفهم معه. لا 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 تكفين، اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين، وأنا أمك، تبين نفسك أنت بس. ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح. أقول لك تبي حق راسك ولسنة قدام. يا والله تكفى مقطوعين، زوجني أختك اللي شفتها برا، وأبشر وأبشر بو والله اللي سنعك بكل شيء. قوم أنت وياه واطلعوا برا. أنت ما تخافون الله؟ أنت ما تستعى على دمك؟ ما عندك نخوة ولا رجولة؟ مدخل رجال غريب على عيلك. الرجال هذا بينوم عندي الليله غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي، ما باقي الا السرابيت تسكنون ببيتي. اقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك يصير زوج بنتك زين؟ احترميه واحترميني، فاهمه؟ كفو يا النسيب، فككوها. هدي يا مي، وراس كذا عدله. اقول لس مسكتهم قربت. انت بس انتبهي للوالده وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامه. موجودين؟ ايه. ادخلي الموقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. أقول ابعدوا ولا فجرت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك، نزل سلاحك، تركه ولا يجعل.